ويعني في بقى تطعيمات مثلا زي تطعيمات مثلا الانفلونزا الموسمية والحاجات اه دي، أهمية ايه التطعيمات دي يا دكتور؟ هو الانفلونزا الموسميه طبعا برضه تطعيم مهم، احنا ما اتكلمناش عنه يمكن لان هو ده بيتاخد زي ما نقول بريديكال، يعني كل سنه مش تطعيم ثابت، بيتاخد تمام كل سنه. بمعنى ايه؟ ان كل سنه الناس اللي بتدعم التطعيمات بتشوف الفيروسز او الميت فيروسز اللي عملوا او اللي هم يسببوا الانفلونزا او الكومن كولد البرد في السنه الجديده، وبيعملوا تطعيم ضد الفيروسز اللي موجوده في السنه دي. زي ما بتلاقي دايما ايه في اول كل شتاء عن شهر 9 تلاقي تطعيم الانفلونزا، يقول لك مثلا 2013 2014، وفي السيرز بتاعت الفيروس كلها مكتوبه في البامفلت بتاعت التطعيم. الميت فيروسز اللي هم فيري كومن ان هم يعملوا نزلات برد او انفلونزا، فده تطعيم بريديكالي بتاخد كل سنه في شهر من شهر 9 لغايه شهر 12 بدايه الشتاء. هو اهميته بالنسبه لنا دلوقتي ان هو انكلودد في التطعيم الاتش 1 ان 1، انكلودد في الميت فيروسز دول الاتش 1 ان 1 انكلودد فيه من ضمن الفيروس اللي موجوده.